غادي ناخذ اول مكالمه معنا. معنا نبيل من الرباط. الو. وي الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم ورحمه السلام الله. السلام دكتور لاباس. مرحبا سي نبيل، هذا شرف كبير لنا. بارك الله فيك، مرحبا بك. وعندي واحد مشكل اللي هو اللي محيرني واحد شوي. خير، تفضل. شحال في عمرك نبيل؟ عندي 26 عام. تفضل. كنت مشيت خطبت واحد البنت وتزوجتها، وعندي اخوتي كانوا عقدوا، داروا لي واحد العقده. قالوا لي زعما دير ما عندك ما دير بها، ما تصلح ليك شو هادي. المهم انا ما سمعت ليهمش، وكنت سمعت الوالد قال لي صافي الا عجبتك البنت توكل على الله. المهم ديت الوالد ديالي وهادي زوجتها، مشيت خطبتها وهادي، مشيت عند والديها مع الوالد ديالي، مع الوالده ديالي متوفيه. ملي تزوجنا وهادي قد صافي شرطات عليا ندير ليها العرس. المهم انا صافي درت اللازم باش درت لي هذاك العرس. من بعد العرس ملي قلت لي من بعد العرس كانت جلسه في دارها، وملي داز العرس قلت لها شنو دابا ترجعي ولا تجي؟ لحقاش انا ساكن بوحدي. قلت لها دابا شنو غادي تجي للدار؟ خصك تجي للدار. هي تقول لي لا راه عندي واحد الرونديفو ديال الطبيب وهادي. قلت لها معليش يلا دوز تدوزي الرونديفو هادي وانا نجي صنيع نجي نجيبك. صافي داز رونديفو هادي، ومشيت عندهم، مشيت عند والي لحقاش هي غير مربينها والديها، وغير مربينها والد مع والي الوالده ديالها ما كتولدش عندها واحد، ومربينها من الصغر هي. وملي مشيت عند والديها وهادي قلت لهم شنو هادشي زعما البنت دوزنا العرس ودرنا كلشي ودابا البنت ما بغاش ترجع. ماشي ما بغاش ترجع، ما بغاش تجي، باقا ما جاتش. ما بغاش تجي، ما باش ترجع، يعني تراجعت عندك الدار وزادت. لا دابا ما بغاش تجي، ما بغاش تخرج من دار ما باها. وفي نفس الوقت قلت لها شنو هادشي؟ قالت لي واه ولدي خليتها يدوز رونديفو. المهم بدات هذاك الرونديفو هادي وصلت عليها قالت لي ولا انا ما بغيتش نسكن فين ساكن انت، انا بغيت تجي نسكن فين ساكنين والديا. لا الله. قلت لها انا هادشي ما اتفقناش عليه في الاول، كنت نهار الاول كنت عارفاني راني فين كنت ساكن. شحال في عمر السيده؟ عندها لا ميماج كو مو، عندها ميماج بحالي. خدامه شنو كدير؟ كانت خدامه. انا حيت انا ملي خطبتها وهادي قالت لي صافي انا ما بقيتش باغا نخدم وهادي. وقفت معاها وهادي، وقفت معاها حتى خرجت من الخدمه ديالها، وما كانت ملي كتخرج من الخدمه ما كتمشيش واحد دو موا ولا تخوا موا ما كتمشيش واحد الصالير. ايوا. المهم وقفت معاها حتى خرجت من الخدمه حتى تسرح لها الصالير ديالها. وملي صافي انا خدام، انا بوشي خدام ما نقدرش. المهم ما عليناش. ملي قلت لوالديها شنو هذا الشيء قالت لك ولدي غير صبر، ولدي غير صبر. صافي انا صبرت واحد، صبرت شهر شهرين صبرت، عاوتاني صونيت عليها. قلت لها شنو هذا الشيء؟ واش شنو هذا الزواج هذا ولا شنو؟ انت دابا جالسه تما، انا جالس هنا ثلاثه السوايع، انت جالسه تما ما عرفت شنو كديري وانا جالس هنايا ما شاد شي. ونهض قالت لي امها لا وانت ما درتي ليهاش القيمه، ما تهليتيش فيها. امها قالت لي هادشي وصافي، وانا صافي انفعلت. صافي ما قدرتش، انا ما حقاش انا كنشوف راسي ما داير حتى حاجه لهاد السيده هادي. ما سمحت في خوتي على ودها وتزوجتها ومشيت وما خليت ما درت ليها. وفي الاخر كانت عاملتني بهذه الطريقه هذه. صافي ما انا ما قلبي ما نبيل واه انا دابا تنسمع لك وما تنحش بيك، انا اللي ما تنعرفكش ياك، ما عندي معاك لا مشروع لا والو ياك، كنحش بيك ولكن كنفهمك. واه شتي الفهم، فهمتك ولكن ما حسيتش بيك. ياك ما يكون وقع لك انك دخلتي في الزواج غير كمسطاره ما قنويتيهاش، حيت البنت باقا صغيره ماشي بحال شيك. وكانت البنت عندها 38 40 عام 42 عام هذيك هي غتجي تجيبك من الدار. هذيك 38 ولا 40 ولا 42 هي غتجيب مع جوج اللي غديروا مثلا العرس، غتساليو مع الوحده ولا الجوج، غتمشي للدار غتشوفها مع ثلاثه الصباح جايب الطوموبيل وغتكلاكسون تقول لك صافي صافي بلا ما مشيت الغدا دابا نيت. اما هذه
هذه باغا تحلم باغا تسمع وائل كفوري. واش فهمتيني؟ ما قنويتيهاش اصاحبي، ما 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 ترفعاتش. دابا انت بحدتي المسطره، مسطره راجل كاباب الله يرضي عليك مزيان، مشى جاب باه تحدى خوتو مزيان، مشى قال لي انا نوقف معاك ما عندكش كذا، نوقف معاك طان طان طان، دار المسائل العرس، صيفط ليها المسائل سالينا زيدي للدار. اذا دابا تخيل كان الا كان دابا انا احتمال، ها احتمال، خذ كلامي بين قوسين، واش انت كتحس بها كتبغيك؟ في الاول ما كان في الاول جات ملي تعرفت عليها كان حسبها كانت مرتاحه معايا. واش لاحظتي صوتك ملي خرج ليا جواب تعلى صوتك؟ صوتك تعلى بحال هكا، جبتي الصوت هكا تعلى. ما كون كانت المحنك غيخرج حمحني، تقول لي والله الا استاذ شي ما كتحنيش صوتك، شي كان الا حنيتي كتعتبر واقيلا انت ضعف. دابا انت ملي كتبغي كيفاش كتقول ليها كتبغي؟ قول لي نشوف، قول نسمع. دابا سميتها هي رشيدة، قول لها رشيدة شي كلمة زوينة دابا بحال اللي باهي كتسمعنا وحنا غندوزو كلام المعسول ديالك ليها. قول سمع قول. كنصيفط لها ميساج كنقول لها توحشت. هو اللي نصيفط لها ميساج، قلت لك قول اصاحبي ما نصيفطوش، صيفطوه ما كيهضرش. كنقول لها كنت وحشك. علاش علاش درتي هذيك درتي فريو حيد حيدة يلا زين توحشتك شتي هذيك شتيها هذاك راه فران هذاك. علاش كدير كدير توحشتك رزلتيها؟ علاش توحشتك الحبيبه الغزاله بلا بيك، راه ما بقيتش كنعس، راه ما بقيتش كناكل، حتى ما درتش انا هذا كيتسمى الاسترسال. بالك انت مازال موقف اصاحبي، راك مازال راك شويه قبيح، راك قبيح ابو نبي، راك قبيح. دابا انت راك خلعتيها، قالت ناري هذا واعر، هذا غير الشغل يديني غير يسد عليا في الدار. قلعتيها، خصك تقنويها، راه باقا صغيره صاحبي 26 ديال المغرب، راه هي 13 ديال شحال هادي دابا 26، كتعرف هي 26 كتعرف فيلم هندي تعاود لك على شاروخان، تعاود لك على مسلسلات تركيه، كتعرف هذاك الشيء ديال المكياج، داك الشيء ديال الكوزينه، وكتعرف بعض الاغاني، هادشي كتعرف. فين التجربه عندهم ساكن؟ فين سافروا؟ فين جالوا؟ فين عرفوا؟ والو والو والو. الغريب في الامر ماشي الغريب في الامر، هي امها اللي كانت قالت لي شي كلمات ما اللي ما اللي ما اللي ما استحملتهمش. لا لا ولا نبيل والله ذلك ولا. واش دابا غادي نوض نلوموا واحد المراه اللي ربما مسكينه احسن عوان ظروفها وشحال في عمرها واش من مرض عندها وكي دايره؟ بنادم راه ما كيدويش بعقله، في اغلب الاحيان راه كيدوي بالامه، البلاصه اللي كيتالم فيها الانسان هي اللي غدوي معاك، راه ما كيدويش الانسان بعقله، راه صحاب العقل قلال. لا لا نبيل لا، فنقول لها انت يا حبيبه قول لي اذا وانت كتبغيها. كل ما كنت كنبغيها ما غاديش. هو قول لها شوف حبيبه انا نقول لها انا الله يرضي عليك انايا ما يمكنش، انا ما فرحت حتى وصلت خديتك، ما يمكنش دابا نفسد الامر والو، ها انت خذي وقتك، انا غادي نقلب حداكم، لا كاين شي كرانجي نكري حداكم، وانا ماني كرهت انت، انت ما تبينش، ما ديرش المسطره اداريه، فهمتي؟ انت بين الضعف ديالك، قول لها حبيبه انا غنقلب، وانت بدا تقلب تتقلب وجي عندهم عرقان، جي عند امها في العشيه عرقان، جاي واحد نص كيلو الكفته وجاي عرقان، مالك ولدي عرقان؟ انا خالتي من الصبح انا ندور عندكم هنا، نقلب نقلب نقلب، حتى ما غتبقى تقول لها شوف مسكين، فين غتلقاه بنتي بحال الراجل اللي بغيك فيه؟ فين غتلقاه بنتي؟ وشوفه مزوجك وما دارش لك شي حاجه، ها وما هدك ما صيفط لك شي حاجه ما والو، سي صبر صبر، وبي قول له انت دابا وباقا ما جيتش عندي للدار، ونمشيو على السينما، نمشي على السينما. ودي مرتك السينما وعنقها وغني لها في ودنها، خصها تشوف هي ذاك شاروخان، راه دابا مساكين كيحلموا بهذاك الخيال، اش غادير ولا عمي؟ عقلهم صغير واش غادير؟ خصها تشوفك بحال شاروخان هز هذيك المرتو في يدو جاي فوق، دخلناك بالله كاين شي واحد كيهز مرتو فوق قنطره، يطرد خويا كان شي دكانيه مع ديالنا حنا تبارك الله عامره، والله يا بو شاروخان تفرعوا لي رجلو تم طايح من السما، شاروخان واخد هنديه واكلها تفاحه وجوج حبات الروز. بصيف تهز داودي شاروخان، تهز ديالنا حنا شي حسناويه ولا شي دكانيه ولا شي صحراويه، والله يا بو تشوف مخو خرجو من ودنو، واش كيغني قال لك وهي كتشوف فيه؟ ايه ايه باقي شي واحد في الحياه عنده الجهد باش يهز مرتو كيغير يهزها، ولكن انت خصك ديها لشاروخان باش تخيلك انت هازها في بلاصتو، ديها لشاروخان، دي مرتك تفرجوا في شي سهره، ديها لشي سوق كان الا انا مرتك زوجتك، وفي العشيه قول لها وهانتي شوفي نديروا واحد القضيه، قول لها ناخذ واحد دجيجه مشويه فريت، نمشيو ناكلوها دغيا في الدار عندنا ونجيب لك الدار،
تا بحال هكا تنقب اصاحبي بشوي بشوي، ها بشويه تنقب، هذا تجر تا واحد الليله وغتبات وغتعيط لامها في الليل غتقول لها ماما وراني بت، الاخرى تقول لها ياكي، غتقول لها والله الا درني راسي بت ماما، وراك راجله غتصيدها في بيت الطاعه في بيت الحلال بالفن. وملي خاتها تقول لها ناري اسمحي لي وقيلا الدار ما حاملاش، وغتولي الدار عزيز عليها. دابا عفا ولدي الحيله 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 الله يرضي عليك، مرحبا بك عمو نبيل، الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك.